أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقة جديدة من الكريزي تاكسي وضحية جديدة. والحلقة بتاعت النهاردة اسمها بتكلم أختي ليه. طبعا على بركة الله. صبح باشا. صباح القشطة يا عم. صباح باشا. أقول لك يا باشا، دخل معاك سجاير؟ عيني. أودي إيه؟ حاضر. تشتري يا باشا، تشتري سيجارة اهي، بس يا رب توصلني كده بالسلامة كده يا عم. ان شاء الله اوصلك بالسلامة. مش باين، مش باين. وولع بقى كمان. حاضر. مش ولع والله. يا ترى بقى شاطر في السواقة زي ما شاطر في التدخين كده؟ يا عم في ملك يا عم، احنا في مدرسة ولا ايه؟ لا يا عم لسه ربنا ما يكتب على حد، يعني لسه طالع من 3 سنين. 3 سنين ايه؟ 3 سنين كنت في سويسرا. 3 سنين سجن يعني. كفاره يا عم، كفاره. كفاره كفاره. ماشي يا عم، ماشي. قول لك يا باشا، عيل عامل معانا وش المنطقه، قاعد تجيب كده، عيل محدش بيحبه اساسا. بس ركبت له في رقبته، خلصت على التشوق. الله اكبر، ربنا يحفظنا. بس الحمد لله، ربنا يحفظنا. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظك يا عم. مالك يا عم، انت راجل برنس يا عم، فيك ايه بس؟ لا مفيش حاجه، مفيش حاجه. طمن يا باشا انت. انت في ايد امين يعني. الله يبارك لك. الله يبارك لك. بس والنبي بص قدامك لو سمحت. الله يبارك لك. الله يبارك لك. طب اتك على الصبر معاها. أنا معاك، أنا معاك على الصبر للآخر. ربنا يهدينا ويهديك يا رب ويصلح حالنا وحالك. على الصبر كده وأنت شبه متبشين كده. والله يا مسهل يا رب. شبه متبشين في طول الظلوم. والله وأنت اتفرجت عليه بقى. اتفرجت على طول الظلوم. اتفرجت على طول الظلام، كان بطولة متبشين. هو أنت اللي شبه متبشين يعني؟ برضه خلينا. هو حضرتك واخد حاجة يا ريس. وأهلي وخلينا. طب معلش بص قدامك بس في السكه كده، بص قدامك. خلي بالك انت عامل جلب وعامل خروج يا فندم، خلينا في شغلنا. بص قدامك ووصلني بالسلامه. بس يا عم اوصلك بالسلامه ان شاء الله. انت ليك في الكلكيني؟ ليك ايه ايه ايه؟ الكلكيني. ايه الكلكيني ده؟ الكلكيني يعني ايه الكلكيني؟ يعني لو احب يعني. ربنا يحفظنا يا عم، ربنا يحفظك. انت باين عليك ليك في الكيكي. وحد الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعمل لي بقى ماسك سبحه وبتاع. يا سيدي خليك في حالك وبص قدامك ووصلني لو سمحت. طب ليك في التتيني؟ يعني ايه التتيني بس افهم. يا عم ولا عارف التتيني ولا عارف البكيني ولا عارف. ما تسالني في حاجه انا عارفها. امال انت عامل لي فيها متبه الشم في نفسك يا عم؟ متبه الشم. خلي بالك انت فاهم وحور وبس، عشان انا مش عايز ايه اجود. طب خلي بالك انت، احنا في الطريق. طب مش عايز اجود. انا مش عايز اجود. يعني ايه الجود بس افهم انا، يعني ايه الجود؟ انا شفت عيل شبهك كان معاه في سويسرا. سويسرا تاني؟ كان شبهك الولد ده. ده وقع سودا انا ركبت معاك ولا كان إيه؟ اسمه السيد بريز. السيد علي بريز. الواد ده ممسوك تعاطي وجوه. يا عم ده شكل واحد برضه تعاطي واتجار زي ما انت بتقول. يا عم ارحمني بقى، ابوس ايدك. خليك في حالك يا اسطى. لا هو ده شكل تعاطي بس مش اتجار. الله يسامحك يا اسطى، خليك في حالك يا اسطى والنبي وفرني بالسلامه. والنبي بقول لك ايه، هاخد الناس دي معانا برضه على الطريق والنبي. وماله يا عم؟ وماله؟ تعالى يا باشا تعالى. وماله؟ وماله؟ ربنا يرزقك. اركب يا باشا. ربنا يرزقك يا عم. ربنا يرزقك. اركب يا صاحبي. يا اسطى الباب. السلام عليكم. هو هيقول السلام وعم بس. مؤاخذه يا باشا، معلش خدنا معاك في سكتك. لا مؤاخذه. وماله يا باشا؟ وماله؟ على فين ان شاء الله؟ الهرم. بقول لك يا عشري. يا مين بس؟ مش الواد ده اللي بيروح لاختك عند المدرسه عشري؟ يا غالي. يا رجاله في يا رجاله. الكلام ده عليا انا؟ باشا هو اللي بيروح لاختك عند المدرسه. ايوه انت يا جدعان. الراجل ده في حياستي. عايز ايه؟ مالكوا يا جدعان في ايه؟ في حياستي. انت عايز ايه؟ ده انا الشغل ده خلصته في ثالثه حضانه. مع اخويا. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ وقف شويه. في ايه؟ انت بقى انت عامل لي فيها فالنتينو؟ يا جدعان يا جدعان. انا عامل فيها فالنتينو يا جدع. انت حرام عليك بتعاكس. يا عم يا سن واحد يعاكس واحده. تقلي ما عندكش اخوات بنات. ازاي يا اخوانا؟ ده انا عندي زيهم. يا جدع عيب، الرجاله محترمه. عيب عليك ولا عيب عليك؟ يا جدع يا عم يا جدع. خليك ابن حلال، خليك ابن حلال.
عليك بس اسمع. ده شكل واحد، ده شكل يا مين طلع النبي رجاله محترمه. ده شكل واحد مع احترامي ليك يا عاكس. انت عاكس يا عم تبت شان. تبت شان مين يا عم؟ واحد مش قلت لك يا تبت شان يا عم؟ خلي اسمعك يا عم. واحد رجاله محترمه. انت لو بتروح لها الدرس كان ماشي، شوف انما المدرسه واحنا قليلين يا عم. بالله عليك ده شكل درس ولا مدرسه؟ بقول لك ايه الراجل ده من ساعه ما ركب برده معايا. ايوه من ساعه ما ركب ما يقول لي الحوارات. ايه ده انت بتقول ده ازاي؟ اسرعك في البت دي ولاغي في دي يا عم. انت لك التل ليه؟ انا هاخد وطنه. ليه يا ابن عم؟ انا عايز وطنه. لا لا ماليش في رحمه الله. واحد لا هو واحد لا هو. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخوانا بحي حمص الشاهد الشاهد يا عم. اتكلم على جماعه، اتكلم على جماعه. ثواني يا رجاله، ثواني يا رجاله، معلش لا مؤاخذه، انا اسف لا مؤاخذه. ما حصلش ما حصلش. قول ورايا ارشد ولا لا يا عم. التل لا ما تتل في بنات العالم يا عم. حرام عليك العالم يا راجل. خلاص يا صاحبي انا عندي حل. ايه يا باشا؟ يكتب عليها. يكتب عليها. يكتب على مين؟ انا متجوز معايا عيالي يا عم. واحد اللي يا عم ربنا يكتب عليها. سجله سجله. انا هكتب. قول انا هكتب على قول يا عم. اشتغل يا واحد اللي يا عم. اكتب عليها. قول انا هكتب على ايه بقى ان شاء الله؟ قول ورايا. كتبت على عدم الذوق مش جايب نتيجه. ايوه انا اعمل كتير. تعمل لي كتبوا على اختك يا يلا مش عم شبش. قول يلا ابن ابو هو. قول يلا ابن حبيبي. بس ثانيه واحده. ايوه هتعمل ايه؟ هتقول من دي واحده. نذيع ولا منذر؟ عارفين يا باشا؟ يا عمنا وانفرنا لك مين؟ عايزك توديني في السويف. من سويه؟ اه. بس انت شكلك مش غريب على. انت كنت بسويسرا؟ فين؟ بسويسرا يا عم. وانا مقضي جيش عشان اسافر. انا كنت اصلا بسويسرا 3 سنين. انت؟ 3 سنين بسويسرا. اه. انت مش واخد بالك سويسرا ايه ولا ايه؟ انا اسمع عن الكويت والسعوديه ان هم معاهم فلوس وبيجي يعيشوا. يا عم سويسرا يا عم كنت ممسوك تشاجر. اه يعني اقول لك كفاره يابا. يابا ربنا يفك. مش فك دقتك يعني؟ يا عم الحمد لله. الزمن دفعنا الثمن يا عم. في ايه يا صاحبهم؟ عمر يا باشا. مؤاخذة يا باشا، خدنا معاك بس في اي حتة. انا قصدك معايا فين يا عم؟ وفي حد يركب التاكسي كده رجالة؟ مؤاخذة يا باشا معلش عشان ما يصحش يعني. ما يصحش. وبعدين الراجل واخد الدنيا دي مخصوص. مؤاخذة صاحبي معلش. معلش يا مؤاخذة يابا. انا محاسب يابا محاسب. الحق تربانة يا معجنة. مش الأمور ده اللي بيروح لأختك عند المدرسة؟ ايه ده؟ هو ده؟ ايوه هو ده. هو ده اللي أختك نوال قدك؟ لا 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 معلش يا رجالة معلش. الكلام ده أنا خلصته في تالتة حضانة. لا يا أخويا. تالتة إيه؟ تتابع يابا؟ تتابعه يا ابني. ليه يا ابني بتروح لاخته عند المدرسه يا ابني؟ بقول لك انا انت من ساعه ما ركب معاه وانت عمال بتبص على النتوان في كل حته وتعادل. انا قلت كده. ما عندكش خد بنات. حب مين يا عم وخد بنات مين يا عم؟ يا جدع انت ليه؟ انا عارف لو كنت تروح له عند الدرس كان ماشي. هعوض المدرسه يا عم. اقعد يا عم. انتوا مصبحين مصبحين ايه يا عم؟ انت بتعني بنات والله. هات لي يابا يا عم. اقعد يا عم. فاكر عينها خضرا؟ انا ما عرفتش مين انت. انت من ساعه ما ركبت عملت عمره شديده وتكلم نسوان وكده. انتوا متفقين بقى وعايزين تخطفوني؟ بس اقول لك على حاجه بس. احنا هنحلها بقى. اكتب على اخته. اكتب على اخته. اكتب على اخته. يلا اكتب. اكتب مين يا عم؟ اكتب على اخته. انا متجوز يا عم. اكتب مين؟ اكتب. خلاص يا عم الشاهد عشان اذبحوه يا جدعان. اذبحوا مين يابا في حكومتك؟ اذبحوا مين؟ اذبحوه يا جدعان. بس اذبحوه يا جدعان. يا جدعان اذبحوه. الشاهد يا جدعان. الشاهد يا
مش شاهد مش شاهد احنا الاول شاهد طب مش شاهد طب بس خلاص عندي حل عندي حل بس هو هيتجوز اختك من حلال يا عم انا متجوز سجله واقول انا اتجوزتها انا متجوز قول ورايا قول ورايا قول ورايا كتبت عليكي طلع اكبر ايه ده شوفك الموز طب استنى طيب انا ما ماشي ايه تحت احنا نقف تحت وحياه امك ومع بيصك انزل لي بقى تعالى بتعكسها ليه يا ولا يا عم جوزتي يا عم انا عشيبك معاهم انا عشيبك معاهم نزيع ولا ما نزيعش؟ نزيع يلا عشان الحق اوصلك بني سويف لبنتك عورني نزيع 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 طب انت ليه بتاع بص وديني بني سويف اوديك وانا قلت لك صباح الفل صباح الجمال صباح القشطة والعسل عامل ايه وصباح الرضا وصباح الرضا وكل صباح وانت طيب يا باشا حبيبي شكلك يا باشا مش غريب شكلك مش غريب شكلك مش غريب عليا ما انا بشبه عليا برضه والله انا كنت بحسبك بتشبه عليها حبيبي اقسم بالله عسل عسلية يا باشا انت العسل يا معلم عسلية بالسمسم حبيبي اقسم بالله كنت باكل منها في سويسرا لسه خارج من سويسرا عقبال عندك في سويسرا؟ ربنا يا عم يكتبها سويسرا البلد؟ سويسرا البلد دي بقى ربنا ما يكتبها على حد بس ثلاث ايام ما سويسرا البلد بتاعتنا انا بقول لك ربنا ما يكتبها على حد بقى الحمد لله يعني. الحمد لله ربنا ما يكتبها على حد انت ايه اللي دخلك سويسرا اصلا؟ حكايه عند البيت وبتاع وانا اتخذت كده ايه؟ تخبيله يعني عيل بيحلو وسط الموضوع وكنت نازل اسلك وبتاع عيل ايه؟ بيحلو كده في نص الشارع على 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 الناس صحابي وبتاع وايش فجأة نزلت اسلك وبتاع هد وخد دي وهد دي وبتاع ركبتها له في رقبته بالغلط هما ثلاث سنين والحمد لله انا خلصت على ثلاث سنين مشاجرة يعني هو ما ينيب المخلص الا تقطيع هدومه الا سويسرا ماشي الا سويسرا ربنا ما يكتب على حاجة حبيبي يا فندم الو يا حبيبي الطلعة الليلة ان شاء الله لا الحوار ده متقسمش لا المرة دي المرة اللي فاتت انا اللي قمت بالليلة كلها وانا اللي دغدغت الفرح وقفلت الليلة وقفشت في الليلة دي كلها 500 جنيه طب وبعدين طب ما ناخد المصلحة الحالية من بابها لا يا باشا بقول لك ايه ما مؤاخذة يا باشا لا خد راحتك ما تخليش اتخن صوتي وعن الناس جنبي ومعايا سباي طب يا باشا نتكلم في الحوار ده كمان شويه يا باشا اسلم الطرف واجي صباح الصباح واللي جه احسن من اللي راح يلا سلام سلام يا صاحبي سلام مؤاخذة يا باشا تقول لي ربنا تابع عليا وانت ولا ربنا تابع عليك ولا اي حاجه يا عم وانت رامي ودك معاه ليه؟ لا مش رامي ودني ما انت اللي عمال بتتكلم طب بس الله يصلح حالنا وحالك يا عم ودعينا كده في صلاح الحال والرضا ما انا بدعي لك ربنا يصلح يصلح حالك سلام ما في الدنيا انا عندي ما انا عملت فيه يا سلام معاك اصلا مؤاخذه اصلا معلش معاش نركب معانا مؤاخذه صاحبي معلش هنركب معاه عشان مؤاخذه يابا يا عم انا معايا سكون يا باشا معايا سكون يا باشا مؤاخذه صاحبي معلش يا صاحبي معايا سكون يا عم معلش مؤاخذه صاحبي انت رايح فين يابا انا رايح في اي حته معاك وانما انا مستعجل اصلا الراجل مستعجل فين رايح فين مؤاخذه يابا يا عم في ايه يا جدعان مش معلش يابا طب يا صاحبي خلي بالك الحوارات دي لا اله الا الله يا جدعان الحق احلاوي استنى يابا 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 استنى على حالك كده عشان الشغل ده انا خلصته من ثالثه حضانه يا عم اخويا الشغل ده خلصته من ثالثه حضانه والراجل ده معايا معاك ايه الراجل ده في حياس الحق بس الراجل ده خلي بالك بيقعد عند امي عند المدرسه وده ايوه اللي بيقعد وده يا جدع انا عمال اقول لك التيل ده مش الصبح بتقعد عند اخته في المدرسه قدامك
بيتكلموا ايه؟ من اول ما راكب معاه برضه عايز افهم بس من اول ما راكب معاه عمال اكلمه في الدين واقول له ربنا واقول له حرام عليك عمال يقول لي بص النسوان وامرض بص على النسوان عيل فاجر ده استعيل فاجر بقول لك يا بلاوي مش كده يا اكل ودنه بس على نفسك يا عم نروح لاخته ليه عند الدرس نروح لاخته ليه؟ على جنب بعض مش هنركن يا عم على بعيدك وندركسيونا احنا يا رجالة انا لو مكانكو ما حلوش الا لما يكتب عليها يكتب عليها يكتب عليها يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وزوجتك واختك وزوجتك من اخته ايوه بس اخته اصلا وزوجتك اخته زوجتك ايه ده يا عم الحلو بقول لك ايه ده اعرفك تماما قول نفسي اعرف تماما ايه ده يا عم قابلت الزواجه منك هزعلك واجيب ناس تزعلك انت بقى اللي مش عايز تتجوز اخته يبقى انت عملت الغلط اجيب الناس عشان انت الشاهد يا ابن يا عم اتجوز اخته اتجوز اخت مين يا عم بس اه يا عم انا بروح لاختك المدرسه ده انت فاجر بقى يا انت كده ده انت كده يا عم اقصد ده يا عم اقصد حبك ده انا اسحبك يا عم اسحبك يا عم يا عم يا عم انت بص قدام حتاله يا جهاره وزه 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 حط يلا امك حتاله اركن يلا على جنب يلا يلا اركن يلا على جنب بس مش قادر بس والله العظيم انا زعلت يا عم هتتجوز ده بص اتجوزوا انتوا بعض ايه ده ايه ده يا ولد يا عم اه بتعدي يا عداد يا عداد يا عداد يا عداد يا عداد عداد بالكهرباء ده الزواج مين يتجوز اتجوز يا عداد هتتجوز وزه ولا تقلب على بطه اتجوز وزه اخت العيال دي عشان انت طلعت عيل شرير لا لا عجبك انا على كتكوت كلمني كتكوت اتجوز انا كتكوت اه انت كتكوت ايه ده اوه خدي التاكسي يا ابن الحرام خلاص خلاص احنا بس يا ابن الحرام بالهزر ده خلاص ده حرامي تاكسيات ده حنا من صبر زيها ولا منزيعش زيها